السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم برضو على الساين رول وناخد إكزامبلز تانية علشان يبقى الموضوع بإذن الله ثابت كده في دماغك، والأفكار بإذن الله مترتبة تقدر تشتغل في أي إكزامبل أو أي مسألة يديها لك. هنتكلم دلوقتي يا ولاد على الإم سي كيو. طبعا الإم سي كيو هو الهدف الأساسي من منهجنا السنة دي، لأن المنهج طبعا الامتحان إن شاء الله هيبقى عليه عبارة عن إم سي كيو مالتيبل تشويسز. فهنبدأ نشتغل النهارده في كذا اكزامبل كده، ركزوا معايا في اللي احنا قلناه قبل كده. احنا قلنا ان الساين رول يا اولاد، مين فاكر يقول الساين رول ايكوالز ايه؟ برافو عليك. اي اوفر ساين اي ايكوالز بي اوفر ساين بي ايكوالز سي اوفر ساين سي ايكوالز 2 ار، وقلنا الار هي الراديوس اوف ذا سيركم سيركل اوف تريانجل اي بي سي. هنا يا اولاد بيقول لي تريانجل اي بي سي هاف ساين اي ايكوالز ثيرد ساين بي ايكوالز كوارتر ساين سي. يا ترى لو البريمتر بتاع التريانجل ده 18 سنتيمتر، يبقى الاي سمول هنا ايكوالز ايه؟ طبعا عشان السؤال ده ام سي كيو، انا مش هقدر اوصل للاي الا لما اشتغل بالستيبس هنا يا ولاد. تمسك درافت كده ورقه وقلم وابدا اشتغل. ابدا بالرول اللي مديهولك او الريليشن دي، هاف ساين اي ايكوال ثيرد ساين بي ايكوالز كوارتر ساين سي. تقول لي يا مستر كده يعني الشكل كده مش واضح بالنسبه لي قوي، ما تيجي نكتبها بطريقه ثانيه اسهل، اللي هي ساين اي اوفر 2 ايكوالز ساين بي اوفر 3 ايكوالز ساين سي اوفر 4. سامع الناس كلها بتقول لي يا مستر يبقى الـ A بـ 2 والـ B بـ 3 والـ C بـ 4. خلي بالك يا باشمهندس، مين قال لك إن الـ A بـ 2 دي غلطة قاتلة دي؟ هنا الـ A يا ولاد والـ B والـ C في السمبلست فورم، يعني كانت ممكن الـ A دي بـ 20 و 30 و 40 وعملنا سمبليفاي بقت 2 و 3 و 4. ممكن دي كانت 4 و 6 و 8 وعملنا سمبليفاي بقت 2 و 3 و 6. أمال أنت عايز تقول يا مستر أي ريشيو لازم أحط فاريبل يا ولاد؟ ما أنا معرفش دي كان أصلها إيه؟ يعني 2 دي كانت ممكن تبقى مثلا 6، كانت ممكن تبقى 8، كانت ممكن تبقى 20. عشان كده لما تيجي تفرض ما تقولش الاي ب 2، يبقى الاي ب 2 ام 2 اكس اي فاريبل يا اولاد. البي هتبقى ب 3 ام، السي هتبقى ب 4 ام، والبريمتر عندي 18. جميل. طب ما احنا عارفين يا مستر البريمتر ايكوالز اي بلس بي بلس سي اللي هو 18، يبقى 2 ام بلس 3 ام بلس 4 ام ايكوالز 18، يبقى 9 ام ب 18، يبقى الام ايكوالز 2. برافو. لما تبقى الام ب 2 ارجع اعمل هنا سبستيتيوشن على الاي، هيبقى 2 باي 2 ايكوالز 4. بص على التشويس اللي عندك هتلاقيها نمبر دي، تقوم تختار نمبر دي. جميل. اكزامبل تاني هنا بيقول ايه؟ هنا بيقول if the area of triangle ABC is delta. دلتا ده يا ولاد احنا بنسميه دايما في علم الماث هو السيمبل بتاع الاريا، يعني ممكن بدل ما اكتب كلمه the area of the triangle اكتب دلتا على طول. هو بيقول هنا بيعرفك ان الدلتا دي هي الاريا اوف ترينجل اي بي سي. جميل جدا. والار هي الراديوس اوف ذا سيركم سيركل اوف ترينجل اي بي سي. جميل. يا ترى 4 ار دلتا اوفر اي بي سي يطلع بايه؟ يا ترى يطلع ب 1 ولا ب 2 ار ولا 0.5 ولا 4؟ زي ما خدنا في الاكزامبل اللي فات لازم اشتغل. هنا يا ولاد الدلتا دي اللي هي الاريا، تقول لي يا مستر ما انا واخد كذا رول للاريا، طب يا ترى هاف اي بي ساين سي ولا هاف بي سي ساين اي ولا ايه بالظبط؟ حط اي رول من الثلاثه. انا حطيت اي بي هاف اي بي ساين سي. ارجع اعمل كومبيرنج مع الريكوايرد، يا ترى هو عايز هنا ساين يا ولاد؟ لا، يبقى لازم اشيل الدلتا ده اهي، صح ولا لا؟ وعوض مكانها بهاف اي بي ساين سي، بس ما فيش في هنا ساين يا مستر، يبقى لازم اجيب الساين سي ده اهي. طب ايه الريليشنز اللي احنا اخدناها؟ احنا ما خدناش غير اي اوفر ساين اي ايكوال بي اوفر ساين بي ايكوال سي اوفر ساين سي ايكوال 2 ار. انا هاخد الساين سي بس، يبقى سي اوفر ساين سي ايكوالز 2 ار، عشان هو عايز هنا ار يا ولاد. طب ما نعمل كروس مالتيبليكيشن، او ممكن اجيب ساين سي دايركت. طبعا دي كانها 2 ار اوفر 1، هتبقى ساين سي ايكوالز سي اوفر 2 ار. جميل جدا. شيل بقى ساين سي هنا وحط مكانها سي اوفر 2 ار، هتبقى الدلتا ايكوالز هاف اي بي. شلت ساين سي يا مستر وحطيت مكانها سي اوفر 2 ار، اعمل مالتيبلاي عادي جدا، يبقى اي بي سي اوفر 4 ار. جميل. يبقى 4 ار دلتا اوفر اي بي سي، شيل الدلتا ده اهي وحط الفراكشن اللي احنا جبناه اللي هو اي بي سي على 4 ار. هكنسل ال 4 ار مع ال 4 ار، اعمل اوميتنج برضو اي بي سي مع الاي بي سي، هيطلع الانسر 1 اللي هي نمبر اي. تمام. اكزامبل كمان مره. هنا يا اولاد بيقول ايه؟ هنا مديني ريليشن للساين رول، بيقول لي ان تريانجل اي بي سي، يا ترى 2 بي اوفر ساين بي ايكوالز ايه؟ خلي بالك احنا خدنا الريشيو اللي هي a اوفر ساين a ايكوال b اوفر ساين b ايكوالز 2 r. تمام. طب ما هو عايزها هنا ان تيرمز اوف r، يبقى سهل جدا هقول b اوفر ساين b ايكوالز 2 r.
هنا اعمل كومبير زي ما قلت لك في الاكزامبل اللي فات. هنا 2 بي يا اولاد، يبقى انا هعمل مالتبلاي 2 هنا. طب لما اعمل مالتبلاي 2 هنا لازم كمان اعمل مالتبلاي 2 الناحيه الثانيه، يبقى انا هعمل مالتبلاي باي 2، هتبقى 2 بي اوفر ساين بي ايكوالز 2 ار مالتبلاي 2، طبعا 2 ار باي 2 اللي هي 4 ار، نختار نمبر سي. جميل جدا. هناخد اكزامبل كمان دلوقتي. اكس واي زد ده ايكولاترال تريانجل يا اولاد، ومديك السايد لينث 10 روت 3. هو عايز اللينث اوف ذا ديامتر، ويا ريت نقرا السؤال كويس. هو عايز الديامتر مش الراديوس، خلي بالك. طبعا مبدئيا كده ارسم، طبعا هو عايز بيقول لك طبعا ان الديامتر يا ترى 3 ولا 6 ولا 10 ولا 20. انا هرسم التريانجل بتاعي الاول اكس واي زد. طبعا الايكولاترال 3 ايكوال سايدز 3 ايكوال انجلز، طبعا ذا ميجر اوف ايتش انجل ايكوال 60 ديجري. جميل، يبقى انا عندي اكس سمول واي سمول زد سمول زي ما اتفقنا 10 روت 3. حلو قوي، خد اي واحده من الثلاثه صح، ما كلهم قد بعض. يبقى انا هقول 10 روت 3 اوفر ساين 60 ايكوالز 2 ار. جميل جدا، تعالوا بقى نحسب 10 روت 3 اوفر ساين 60 على الكالكوليتر، هتطلع ب 20. سامع واحد بيقول يا مستر يبقى الريديوس ب 10، هختار 10. اقول لك انت مسطول، اقرا كويس هو عايز ايه. هو عايز الديامتر يا اولاد، ما تنامش على نفسك، نقرا السؤال كويس. ال 20 ايكوالز 2 ار، 2 ار ده هو الديامتر يا اولاد، يبقى انا هعمل ديفايدد باي 2 عشان اجيب الار. لا هو عايز الدي، يبقى انا خلصت خلاص، يبقى الديامتر ايكوالز 20. تمام؟ بكده يا اولاد يبقى انتهت الحلقه بتاعتنا. اتمنى تكون استوعبتوا الساين رول، وكده درس ساين رول خلاص خلص، يعني افكاره انتهت. لو حابين ان احنا نحط افكار تانية على الساين رول، اترك التعليق بتاعك في اسفل الفيديو، وان شاء الله اتواصل معاكم الفتره الجايه. بالتوفيق لكم كلكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.